الشهر دي ناخدها متشطبها جاهزه علشان هم كام شقه؟ هم 152 وحده سكنيه و11 محل. طبعا احنا في المحلات مجهزين 28 محل. المبالغ او الوحدات اللي هتبقى زياده هناخدها وهتبقى عشان تسديد الكارد ان شاء الله بعد ما تخلص العمليه. في التواكب مع اعمال الازاله بيبقى في تخطيط للمنطقه علشان طرحها لاستعاده القيمه اللي اخذناها من الصندوق باذن الله. ده بعد كده سلام الناس. معنا فندم. ماشي. مبروك يا فندم. مبروك يا فندم. مبروك. الف مبروك. مبروك يا فندم بالتوفيق. الف مبروك. ان شاء الله.